لا مفيش خدمه خالص دلوقتي الحمد لله، حتى الانتفاخات اللي تحت ما شاء الله احسن كتير جدا جدا. والله يقولوا لي انت بتسكر ولا شو؟ طب افتح عليك كده. احنا عندنا درج زياده فوق كتير. كبير اه واجد زياده. هو زياده؟ نعم. عندنا درج وبعدين بتتفتح. في درج زياده فوق ده لانه مقصر على النظر، وفي بتتفتح بقى. بس. الحمد لله الحمد لله العلم احسن كتير، يعني احنا ما كملناش 10 ايام. تو دايز لا لا خمس ايام. خمس ايام بس؟ يوم الاثنين سويت العمليه. والله يعني الحمد لله. الحمد لله يا دكتور، والله ما في لا ألم ولا شيء، ما حسيت في ألم أبدا. بس اللي خففني أنا الورم هذا. ما في ألم. ألم ما في الحمد لله، بس أقول لك الورم يعني هنا بس أحس في هذا المكان شوي بسيط يعني. آه. في اليسار يعني.